الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. أهلا بكم إخوة في الحلقة رقم 2 من سلسلة الروح القدس المعزي. بطبيعة الحال كان لازم نبتدي بكلمة المعزي اللي فيها معاني كتيرة، ليس فقط التعزية وسط الألم والضيقة، ده المعنى اللي يتبادر لذهن الإنسان للوهلة الأولى، واحد بيعزي التاني عشان التاني حزين. بس لو اقتصر عمل الروح القدس المعزي على عزاء الإنسان وقت الحزن والألم، معناها هذه النعمة، هذه التعزية متوقفة عن العمل لغاية المصيبة القادمة ما تيجي. لكن هو مش كده، هو أحد أنهار التعزية هو نهر التعزية في مقابل الضيقات والآلام والأحزان والمخاوف المتنوعة، وقت الألم والضيق والحزن ازاي ربنا يعزينا. لكن في معاني أخرى، معاني أخرى زي إيه؟ على سبيل المثال لما بيذكر في سفر أعمال الرسل: أما الكنائس في جميع اليهودية والجليل والسامرة فكان لها سلام، وكانت تبنى وتسير في خوف الله، وبتعزية الروح القدس كانت تتكاثر. طب هنا تعزية الروح القدس بتخلي الكنيسة تتكاثر، بتخلي الكنيسة تبنى، بتخلي الكنيسة تسير في خوف الله، بتخلي الكنيسة في سلام. يبقى إذن ليس فقط تعزية وقت الحزن، طب الإيه تاني؟ جهادنا الروحي يا إخوة، لما الإنسان بيجاهد ضد الخطية وضد محبة العالم من غير تعزية الروح القدس هيحصل حاجتين: الحاجة الأولى شعور بالحرمان، الحاجة التانية شعور بالتشكك في نفسي لما أنا مختلف عن اللي حواليا. إزاي أقدر أجاهد ضد الخطية في عالم مغموس في الخطايا؟ طب أنا كده أبقى ضعيف خالص ووحيد خالص. لكن تعزية الروح القدس هي اللي بتخلي الإنسان متأيد بالقوة بروحه في الإنسان الباطن. بعدين لما الإنسان بيطرد محبة العالم بيبقى كده في فراغ، نو، الروح القدس بيملاه بشبع روحي. عشان كده تعزية الشبع الروحي، تعزية السلوك اليومي في جهادنا الروحي ازاي بنشبع من ربنا. عزاء التوبة، الفرق بين بطرس الرسول ويهوذا سمعان الإسخريوطي، ان واحد تلامس مع عزاء الروح القدس في التوبة زي ما هنشوف لما ندخل في الموضوع، والتاني لأ. فروح القدس هو اللي بيعزي الإنسان التائب، روح القدس هو اللي بيعزي الإنسان بمعنى أنه يعيشه في الملكوت، يديله طعم السماء، يديله طعم الحياة الأبدية. ودي اللي هأخرها للآخر خالص علشان أحط فيها كل الحلقات تصب في مذاقة الحياة الأبدية. لكن أول معنى اللي هناخده النهاردة بنعمة ربنا عزاء الحزانة المتألمين. عايزك عشان ما تفتكرش ان اللي احنا بنقوله في الكنيسة ده وعظ، او بنتكلم كلام خيالي او رومانسي، او يعني ما هو كاهن هيقول ايه، ما لازم يقول كلام زي كده. اوكي، عايزك تعمل سيرش على اليوتيوب وتشوف لقاءات اسر الشهداء بتوع البطرسية، بتوع اسكندرية، بتوع طنطا. شوف لقاءات اللي اتعملت مع أسر الشهداء اللي خلوا حتى الناس اللي في الإعلام، إعلام مش القنوات المسيحية، القنوات العامة، يقولوا إيه المسيحيين دول فيهم حاجة مش عادية، إيه كمية التسامح دي، إيه كمية السلام ده. واحد في المذيعين قال ده أنا لو أبويا عمل فيا كده ما سيبهوش. طيب امال انتوا ايه السلام؟ دول مصنوعين من فولاذ، دول من عجينة تانية، ايه السبب؟ تعزية الروح القدس. تعزية الروح القدس يا اخوة وصفها الكتاب في سفر اشعياء النبي اصحاح 66 بشكل يعني غني يعني مفرح. يقول: لانه هكذا قال الرب، ها انا سأدير عليها سلاما كنهر، ومجد الأمم كسيل جارف، فترضعون، شو بقى الوصف، على الأيدي تحملون، على الركبتين تدللون، كإنسان تعزيه أمه،
هكذا أعزيكم أنا، وفي صهيون وفي أورشليم تعزون، فترون وتفرح قلوبكم وتزهو عظامكم. ثم هو ده اللي انت شايفه في التعزية بتاعت أسر الشهداء، ازاي الوعد اللي قاله ربنا في سفر الرؤيا انه يمسح الله كل دمعة من عيونهم بيتحقق فيهم دلوقتي. احنا مش بنقول كلام نظري، احنا يعني عارف. انا قلت للشعب عندنا في الكنيسة، قلت في شخص انا مالي ايدي منه، اني عالم بمن امنت، شخص انا مالي ايدي منه، فبالتالي ربنا حطهم في تجربة عارف انه حيساعدهم يستحملوها ويعدوها بحيث يقدروا يبقوا نور للعالم وملح للأرض ويشهدوا لعمل الروح القدس المعزي فيهم وقت الآلام وقت التعب وقت المحنة. ازاي سلام وتسليم، شكر وفرح لأحبائنا اللي انتقلوا دولت، ونور غفران ونور محبة. هذا ليس من طبيعة الإنسان، هذا ليس من قدرات الإنسان، هذا الروح القدس المعزي. تقولي ليه أساسا ربنا يحط تعب ومرض وحاجات تحتاج الروح القدس يعزينا ليه؟ ما تنساش ان الارض اللي احنا فيها دي اجماليا كده كلها على بعضها ده العالم اللي وضع في الشرير، مش دي فردوس النعيم ولا دي الحياة الابدية، دي الارض اللي فيها العقوبة. يعني ربنا عاقب ادم وحواء في بداية سفر التكوين، امشوا اطلعوا برا جنة عدن. نطلع نروح فين يا رب؟ روحوا ارض العقوبة اللي هي ايه؟ اللي هي المكان اللي احنا فيه ده. الست قارات دول الانسان محبوس فيهم عشان عليه عقوبة من الله، لكن بمعية الروح القدس انت يا سيدي حولت لي العقوبة خلاصا زي ما اسمها في القداس الغريغوري. عشان كده بتسمع في سفر ايوب، بتسمع كلمة ايوب، مولود المرأة الانسان مولود المرأة قليل الايام شبعان تعب، وبتسمع كلمة بولس الرسول كل الخليقة تئن وتتمخض معا. كل الناس تعبانة، كل الناس اللي تعبان في صحته، اللي تعبان عنده مصيبة أو كارثة، اللي تعبان من حد بيضايقه، اللي تعبان من مؤامرات حوالين منه، كل الخليقة تئن وتتئن. تئن مش بشوية صداع، تئن زي واحدة عندها مخاض الولادة، شيء عنيف شيء صعب، لكن تعزية الروح القدس المعزي. عشان كده يا إخوة لما أيوب الصديق قولوا أصحابه يعزوه التلاتة في النهاية قال لهم كلكم معزون متعبون. ليه؟ أنا عدت أفكر ليه؟ هو الإنسان في وقت التجربة في وقت المحنة محتاج إيه بالظبط؟ وإزاي الروح القدس يسدد هذه الاحتياجات بتاعت الإنسان في وقت المحنة في وقت الألم في وقت الحزن؟ أول حاجة محتاج إنسان معاه يدرك معاناته، يشعر بما تشعر به أثناء التعب، وكأنه بيتقاسم معاك الألم ده. هنشوف إزاي الروح القدس يعمل كده، لدرجة الكتاب قال في كل ضيقتهم تضايق وملاك حضرته نجاهم. في كل ضيقتهم تضايق، يعني زي الروح القدس زي ما قال الكتاب سفر الرؤيا أنا عارف أعمالك وصبرك وضيقتك وفقرك، وزي احتملت الأشرار، وزي كل اللي انت بتمر بيه أنا معك، زي ما هنشوف بعد شوية. أنا معك دي ناحية مهمة جدا، الإنسان مش لوحده بيواجه الألم. لو لوحدي واجهت إن والدي كان جنبي أو ابني كان معايا ثم مات أتجنن، لو لوحدي بواجه إن حوالين مني ناس عمالين يعملوا مؤامرات وخطط وعارفين يوصلوا للي هم عايزينه أتحطم، لو لوحدي بواجه الظلم والقهر والتعب يعني انهار خالص. لكن بتعزية الروح القدس كله ده يتحول الى اما الكنائس كانت تبنى وكانت تسير في خوف الله وكان لها سلام، كانت تتكاثر. تاني نقطة مهمة انه رجاء ان الامور كلها كل الامور تعمل معا للخير للذين يحبون الله.
تالت نقطة، أحيانا في حاجات مش هتتغير هنا لكن أجرها في السماء فوق، رجاء الأجر الأبدي، رجاء الميراث الأبدي. هما التلات حاجات دول اللي روح الله القدوس بينقلهم للإنسان بكل قوة. إزاي؟ أنه في وقت الضيقة، أنا دايما أقول فلان دخل العناية المركزة ليه؟ أصله في محنة. برضو الإنسان اللي عنده محنة بيدخل في العناية المركزة بتاعت الروح القدس عشان يقول له أنا معك. نشوف مع بعض كأمثلة لحكاية إزاي ربنا معانا، مثلا من سفر المزامير مزمور 18 عدد 28، أنت تضيء سراجي، الرب إلهي ينير ظلمتي. يعني أنا لوحدي مظلم من الظلم بتاع الحياة، من القسوة بتاعت الأيام، لكن أنت يا رب تنور لي الظلمة ديت. مزمور 23 الشهير، الرب رعية فلا يعوزني شيء، حتى لو سرت في وادي ظل الموت برضو أنت معايا فبالتالي لا أخاف شرا، ولو الناس بيضايقوني أنت ترتب قدامي تعويض، شبع، مائدة، مذبحا، تقدم لي جسدك ودمك، ترتب قدامي مائدة تجاه مضايقية. مزمور 25، عيناي دائما إلى الرب لأنه هو يخرج رجلي من الشبكة، التفت إلي وارحمني لأني وحيد ومسكين أنا، افرج ضيقات قلبي، من شدائدي أخرجني، انظر إلى ذلي والتعب يغفر لي جميع خطاياي، أعدائي كسروا وبيكرهوني بالظلم، لكن احفظ نفسي وانقذني لا أخزى لأني عليك توكلت، يحفظني الكمال والاستقامة لأني انتظرتك. مزمور 46 عدد 1 يقول الكتاب، الله لنا ملجأ وقوة، عونا في الضيقات وجد شديدا. يعني في الضيقة رحبت لي، تصور بقى، يعني في وسط الضيقة مانيش وحيد، مانيش بواجه الضيقات لوحدي، لكن انت معايا يا رب رحبت لي. عشان كده مزمور 42 و43 داود النبي لما أدرك الحقيقة دي بيقول لنفسه هو، لماذا أنت منحنية يا نفسي ولماذا تأنين؟ يعني مالكيش حق تغلبيني معاك يا نفسي. طب أعمل إيه؟ ترجي الله لأني بعد أحمده خلاص وجهي وإلهي. والآية دي موجودة في مزمور 42 عدد 11، مزمور 43 عدد 5، لماذا أنت منحنية يا نفسي ولماذا تأنين فيا؟ ترجي الله لأني بعد أحمده خلاص وجهي، خلاص وجهي وإلهي. عشان كده يشتكي نفسه لربنا، يا إلهي نفسي منحنية فيا لذلك أذكرك. ليه يا رب أسلك؟ لماذا أذهب حزينا من مضايقة عدوي إلى آخره؟ ما فيش إنسان يا إخوة في تجربة أو في ضيقة إلا واختبر إزاي ربنا معاه، إزاي ربنا بيرحب لي، إزاي ربنا بيديله باب واسع، رأيت باب في السماء مفتوح، إزاي ربنا يشيله من التعب. عشان كده ده النبي يقول له كن لي صخرة ملجأ أدخله دائما. اللي بيخليه يدور على ملجأ إن في مصيبة وراه، اللي بيخلي اسم الرب برج حصين يركض إليه الصديق ويتمنع، اللي بيخلي الصديق لا يجري إلا إذا كان في حد بيجري وراه، اللي بيخلي الصديق عايز يتمنع إلا إنه حاسس بضعفه، أنا معك. زي ما ربنا قالها لموسى، قالها ليشوع، قالها قبلها لإبراهيم، قالها لكل الناس إني أكون معك، وبالأخص في وقت الضيقة، في وقت التعب، في وقت الألم. الروح القدس المعزي. عشان كده دايما اقول للناس لما داود النبي بيقول لماذا انت منحنية فيا ولماذا تأنين ترجي الله، قول للناس ما تقعدش تبكي مع نفسك يجي لك احباط وانهيار، وما تقعدش تبكي قدام الناس بشعور الشفقة او بستدر العطف بتاعهم. المكان الوحيد المسموح بالبكى فيه هو في احضان الرحمة،
وده اللي ربنا يشيل الحزن ويحطه جواه سلامه مع إدراك الإنسان للشر. مش الإنسان يبقى في حالة الغيبوبة مش شايف ومش فاهم، نو، أنتم قصدتم لي شرا وأنا فاهم كده تمام، كلمة يوسف الصديق، لكن الرب قصد به خيرا، عشان كده عرف يعزيهم ويطيب قلوبهم ويعولهم. طب ما دي أفعال الله، دي هو اللي بيعزي، هو اللي بيعول، هو اللي بينمي ويربي ويعول الكل، زي ما بنقولها له في صلاة اللقان. لكن ليه يوسف عرف يعملها مع الناس اللي بيعدوه أقرب الناس إليه؟ أسوأ فهم معنى إزاي الله أنساني كل تعبي وكل بيت أبي، عشان كده سمى ابنه الأول منسى. أنا معك، زي ما الكتاب المقدس بيقول. تاني نقطة الرجاء. الرجاء إيه بقى؟ الرجاء إنه زي ما قلت لك على يوسف الصديق من شوية، كل الأمور تعمل معا للخير للذين يحبون الله، كل الأمور تعمل معا للخير للذين يحبون الله، كل الأمور مش أوتوماتيك شغالة معا، نتيجة إن الإنسان لجأ لله، نتيجة إن الإنسان متمسك بعمل الله فيه، فبالتالي كلها بتنتهي لخير الإنسان. شوف قد إيه الاضطهاد اللي كان ضد المسيحية، ولكن مع ذلك المسيحية انتشرت والناس أكتر من نص العالم النهاردة مسيحي. بسبب إيه ده؟ بسبب عمل الروح القدس اللي الأمور دائما تنتهي للخير. وأنا فاكر كلمة القداسة البابا كان بيقول كل مشاكلنا اللي دخلنا فيها في الكنيسة، دخلت فيها الكنيسة خرجت أقوى مما كانت عليه في البداية. شوف التفجيرات اللي حصلت في مؤخرا ديت ازاي أثمرت روح توبة، روح إيمان، روح تعلق بالسماء، تعلق بالأبدية، على عكس المتوقع. عشان كده بولس الرسول يقول أكثر الإخوة أكثرهم يكترئون بوثقي. إزاي يكترئون بوثقي؟ يعني ده مفروض يشوفوا الوثق بتاعك يخافوا، اضرب المربوط يخاف السايب. نو، هو عمل الروح القدس المعادلة العجيبة الصعبة. النتيجة مش مرتبطة بالمعطيات، المعطيات ألم وحزن وضيق، والنتيجة فرح وسرور وسلام وتكاثر. الكنيسة تتكاثر بفعل الروح القدس. ليه؟ عشان رجاء انه كل الامور تعمل معا للخير، اني عالم بمن امنت. ويعني انا بتحضرني موقف كده دايما اقول انا عملت في حياتي واحد عملية. دكتور صديقي قوي كان في مصر، قلت له دكتور انا عندي سؤال. قال لي ايه؟ قلت له الناس بتجيلك برجليها علشان تدفع اتعاب العملية، تروح انت تغيب عن الوعي وتقطع في لحمها بالمقص وترمي وتشيل وتخيط، يفوقوا كله متألم وبيشكروك تعبناك معنا يا دكتور. امتى الانسان يصل لثقة في ربنا زي ثقته في الطبيب الجراح بتاعه؟ الله عالم بكل شيء، وهو الوحيد القادر ان يحول الظلمة الى نور واللعنة إلى بركة والشر إلى خير. ثالث نقطة أنه في حاجات أجرها مش في الأرض. يعني ابني مات، هيجي منين؟ قطعوا لي دراعي، هيتلزق فيا إزاي؟ خلص. لكن رجاء الأبدية يقولها بولس الرسول في عبرانيين 10، استذكروا الأيام السالفة التي فيها بعد ما أنرتم بنور المسيح بنور الروح القدس صبرتم على مجاهدة آلام كثيرة، من جهة مشهورين بتعييرات وضيقات، ومن جهة صائرين شركاء للذين تصرف فيهم هكذا، لأنكم رسيتم لقيودي أيضا، قبلتم سلب أموالكم بفرح، عالمين في أنفسكم أن لكم مالا أفضل في السماوات وبقيا. فلا تطرحوا ثقتكم التي لها مجازاة عظيمة. بس الإنسان يحتاج إلى الصبر علشان يشوف عمل الله ويشوف إزاي ربنا بيحول الشر إلى خير. تحتاجون إلى الصبر حتى إذا صنعتم مشيئة الله تنالون الموعد، لأنه بعد قليل جدا سيأتي الآتي
ولا يبطئ. عشان كده سيد المسيح في الموعظة على الجبل المرة الوحيدة اللي قال افرحوا وتهللوا، يعني التطويبات من تكوين من متى 5:10، طوبى للمطرودين من أجل البر. إيه الظلم ده؟ لأن لهم ملكوت السماء. طوبى لكم إذا طردوكم وعيروكم وقالوا عليكم كل كلمة شريرة من أجل كاذبين. يا المصيبة يا ربي. نو افرحوا وتهللوا إزاي؟ لأن أجركم عظيم في السماوات، أنهم هكذا طردوا الأنبياء الذين كانوا قبلكم. اللي احنا بنقوله ده يا إخوة ما هواش يعني كلام. عشان كده قبل ما أقوله قلت لك اعمل سيرش بنفسك، اعمل بحث بنفسك في اليوتيوب وشوف لقاءات أسر الشهداء، عشان شوف إزاي روح الله القدوس بيقدر يطيب النفس المتألمة، يقدر يغلفها عن الألم فلا يدنو منها، بعيد عن الارتعاب فلا يدنو منها زي ما الكتاب بيقول. إزاي الروح القدس يرفع الإنسان فوق مستوى ألمه ويخليه يشوف المجد الأبدي. إجماليا كده القديس بولس قالها خفة ضيقتنا الوقتية تنشئ لنا أكثر فأكثر ثقل بدل خفة، مجد بدل ضيقة، أبدي بدل وقتي. خفة ضيقتنا الوقتية تنشئ لنا أكثر فأكثر ثقة المجد أبدي. لا تطرحوا ثقتكم التي لها مجازاة عظيمة زي ما الكتاب بيقول، لكنكم تحتاجون إلى الصبر حتى إذا ما صنعتم مشيئة الله تنالون الموت. متألم وحزين ومتضايق، أولا كل الخليقة تئن، وأنت كمسيحي ليك أجر خاص وليك ثقة خاصة أن كل الأشياء تعمل معا للخير. أختم الحلقة دي عزاء الحزانة المتألمين بكلمة سفر أشعياء النبي أصحاح 41، لا تخف لأني معك، لا تتلفت لأني إلهك، قد أيدتك وأعنتك وعضدتك بيمين بري. إنه سيخزى ويخجل جميع المغتاظين عليك. يعني في ناس مغتاظين عليك يجي الوقت ان هم يخجلوا ويخزوا، يكون كلا شيء مخاصميك ويبيدون، تفتش على منازعيك ولا تجدهم، يكون محاربوك كلا شيء وكالعدم. ليه؟ لاني انا هو الرب الهك الممسك بيمينك القائل لك لا تخف انا اعينك. وكتاب يقول الخوف له عذاب، ناس متعذبة بالخوف. لا تخف يا دودة يعقوب يا شرزمة إسرائيل، أنا أعينك يقول الرب وفاديك قدوس إسرائيل. إلى آخر هذه الآيات العظيمة. حبيبي أنت متألم وأنا متألم وغيرك متألم وغيري متألم، يوجد مكان واحد للراحة، حضن الروح القدس. فاكر الحلقة الفاتة لما قلت لك حمامة بمعنى تحتضن، زيت بمعنى يرطب، نار بمعنى يحرق الألم، عاصفة تزيح المتاعب دي من قدامك، عشان في النهاية يبقى نور ينور حياة الإنسان من نور الله، من عمل الروح القدس اللي يعزي الإنسان. بدون تعزية الروح القدس الإنسان ينهار، إنسان ضعيف جدا، هش جدا. لكن ليه المسيحين شهدوا أمام العالم؟ مسيحين الأقباط ليشهدوا أمام العالم بقوة إيمانهم، بقوة غفرانهم، بقوة سلامهم، بقوة تحملهم، مش عشان شخصيات فزة، عشان عزاء الروح المعزي. نمرة واحد، يعزينا في الألم والضيقات. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد.